رأي حضرتك لما نيجي نتكلم على الكواليتي، رأي حضرتك أني عربية من العربيتين دول الكواليتي بتاعتها أعلى؟ اوكي، يعني ان جنرال اللي على اليمين ممكن حد تاني بيكون بيقيس الكواليتي بمقاييس مختلفة. بمعنى في حد الكواليتي بالنسبة له ممكن يبقى شكل حلو وفيتشرز كتير يكون محتاجها، حد تاني بيكون السعر بالنسبة له افضل حاجة، فاعتقد هتختلف من شخص للتاني. أشكرك يا أستاذة دنيا، وكان ممكن ناس يعني جزء مننا ممكن يكون مستغرب الإجابة دي، يعني جزء مننا ممكن لو اتسأل السؤال ده هيروح بشكل صريح وبشكل مباشر هيقول لك لا، المرسيدس بالنسبة لي أعلى بشكل كبير. لكن زي ما حضرتك قلتي وزي ما أستاذ تامر تفضل مشكور وقال وزي ما فونس إبراهيم، قيمة مقابل سعر يا باشمهندس. أنا بدور بالظبط، أنا بدور على إيه مقابل إيه. الفكرة في الكواليتي باختصار هي عبارة عن ثلاث كلمات: ميت كاستمر نيد. ايه هي الميت بتاعت الكاستمر؟ وعلى اساسها تعال نحدد الكواليتي. يعني معنى كده انت عايز تقول لي